كيف أعرف أنه حيواني عنده كسر أو شعر بالعظم؟ إذا كان هنالك عرج بسيط يجب مراجعة الطبيب البيطري، أو فقدان وظيفة للطرف أو للعضو معين، مثال أنه الكلب لا يستطيع أن يضع قدمه على الأرض بشكل كامل، ووجود هنالك سويلينج التهاب أو انتفاخ في القدم، فهذه أعراض يجب أن مراجعة الطبيب البيطري بشكل سريع. طرق الوقاية من الكسر. طرق الوقاية، يجب عدم ترك الكلب أو القط بشكل حر في المنزل عند فتح شبابيك أو على المكان مكشوف، أو عدم إخراج الكلب بدون ليش وتركه يلعب لوحده. بالنهاية نصيحتنا لكم، إذا شفتوا أي انتفاخ في الحيوان الأليف تاعكم، عدم تحريكه، أي حركة مفاجئة، ونقله للطبيب البيطري بشكل سريع، وعدم التهاون بهذا الموضوع. وزي وزي، شيء من كل شيء.